هو على الأغلب يكون بـ 27 أو 28 الشهر، لسه مالي متأكد. إيه شفت الإعلان امبارح أنا. ماشي. هلا بشوفه ببعث لك. باي باي. بلا سكر، بلا حليب، بلا شيء، سادة. يسلموا إيديكي. بس إنه هي المعلومة بيعرفوها الكل يعني، إني بشربها هيك. آه. يعني كأنه عم بتقلي إنه مش هالقصة الكبيرة إني عرفت. لا ما هيك قصدي. ميا. فاني كنت كثير تحبها. حلوة. بتذكرها كثير منيح. هيدي ما حدا غيري بيعرفها. طيب. بخصوص الميتينج تبع عبد الوهاب. ايه. في شيء لازم اعرفه غير المحطوط بالملفات؟ لا ابدا. ما في شيء لازم تعرفيه، يعني كل المعلومات عندك بعتقد. اوكي. بس يعني تحديدا اي شيء بخص مشروع دبي فالمهندسه ساره هي اللي رح تكون موجوده، لانه المشروع اصلا هي بلشت فيه من البدايه. كثير منيح. لكن ما عندنا مشكله. بتعرف زين انا مش معوده اشتغل فول تايم. يعني كل عمري بعينوني الشركات كونسلتنت على مشاريع معينه، بيجي بعملها وفل، سو ما كثير بفهم بهيدي التراتبيه يعني. بس عندي ثقه كثير كبيره بحالي وبشغلي. استاذ زين. وانا ميا عندي ثقه فيكي وعندي ثقه بشغلك، يعني ليش عم تحاكيني كانه ما بعرفك او ما اشتغلنا مع بعض قبل هالمره؟ لا، بس عم ذكرك. على فكرة نسيت أقول لك عن شغلة. بالنسبة ل سمية، أنت بتعرف علاقتي بأمها كثير منيح، وأنا بعرف إنه ما بدك نخلط ما بين الشغل والبيرسونال، بس كون أكيد إنه كل شيء بيصير هون ما بيوصل عن سمية. أوكي؟ باي. I trust you.